بالرياضة المديرية الإقليمية أوسر، شركاء هي عمالة إقليم أوسر، مجلس الجهات الداخلة وادي الذهب. مكونات المشروع الجناح كاين كيتكون من جناحين، جناح أ اليوم كيف ما شاهدتوا كان تدشين ديال الملعبين متعددين التخصصات. كاين ملعب من صيف باء من ضمن الملاعب التي عندهم نموذجيين اللي فيهم فضاءات كثيره متعدده اللي تقريبا كيتعتبروا من الاصناف اللي هي ممتازه. وهذه الملاعب هذه اللي من صيف باء فيها قاعات متعدده، فيها فضاء للشباب وفيها فضاء روض للاطفال اللي جاوا الاباء والامهات اللي يمارسوا الرياضه، كاين الفضاء حتى الابناء، وفيهم الملاعب اللي كيف ما شاهدتوا المتعدده من فولي، من كره اليد، من كره السله، من كره القدم. اذا هذا كنقولوا اضافه لهذه المنطقة، خاصة أن هذه المنطقة غادية في طريق النمو اللي كنشوفوا. بير قندوز انتقلت من واحد المرحلة إلى مرحلة جديدة، وما نساوش بأن كاين التضافر ديال الجهود ما بين في هذا المشروع هذا اللي أعطتنا العمالة الأرض وفرط لنا العقار ممتاز في مكان ممتاز، وكذلك رؤساء الجامعات في إطار الشراكة مع الوزارة اللي وصلت المبلغ التكلفة ديال 3000 درهم وتقريبا ونص و500. هذا كيبين بان التشارك عطى واحد الدفعه لهذا المجال الرياضي. ومن ناحيه اخرى كذلك الملعب الثاني اللي هو صنف او اللي الوزاره اخذت على عاتقها من دوك الملاعب اللي هما باقيين راهم عاد غيخرجوا للوجود في اطار الشراكه ما بينهم بين المجالس الاقليميه والولات والعمال. يعني هذا الملعب هذا الوزاره اخذت على عاتقها ان تكون بير قندوز من ضمن الاولويات ديالها، انه بدات بهم اول التدشينات ديالها في هذه الملاعب تشنو هنا في بير قندوز. وكيف ما شاهدتوا حتى هو يعني اضافه في المجال الرياضي القاعدي اللي كيلعب دور مهم في هذه المنطقه اللي هي غاليه على النفوس ديالنا واللي هي قريبه الحدود، وكيف ما كتهدك اللي هي كتساهم نساهموا في التنميه ديال هذه المنطقه خاصه في البنيه التحتيه، علما ان تقريبا ما يفوق 28 تيران اللي تمت المصادقه عليها اللي غادي تضاف ان شاء الله في السنوات القادمه ان شاء الله يدوز هذا المرضى هذا الله يبعدوا علينا، وانها تضاف كذلك كاين 8 في بير قندوز. اذا يعني القطاع ديال الشباب والرياضه بصمته في هذه المنطقه هذه في الجهه بالكامل، وغادي وكاين هناك اصلاحات في المنطقه ديال الداخله. غير هي هاد المجالات الرياضية كنتمناو أن الجانب الجمعوي أنه توا يرتقي باش ينتقلوا من 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 فئة صغرى إلى الفئات ديال المعتمدة واللي غتكون مع عصبة، لأن الجهة كاملة كتفكر في إحداث العصبة حاليا وراهم غاديين في الطريق. نتمناو لهم التوفيق باش كذلك الوزارة ولا رؤساء الجماعات ولا السلطات المحلية نديروا يد في يد باش نخرجوا على الأقل باش تولي عصبة. خصنا ليزانفراستركتور الملاعب تكون في المستوى الكبير، خصنا على الاقل واحد 4 ولا 3 ديال الملاعب كبرى. اذا هذا هو المقصود من هذا كله، ان البنيه التحتيه غادي في هذا المستوى، وحنا لنا الشرف اليوم تنوهنا بقيمه اضافيه في هذه المنطقه هذه، وهذا كيعطي القطاع ديال وزاره الشباب والرياضه بانه متواجد، يعني خاصه في الظروف ديال الكوفيد 19 انها متواجده رياضيا وثقافيا وكذلك متعاونه مع الجميع في اطار نخرجوا من بعد الوباء نكونوا سالمين ويبقاو لنا المغاربه ديالنا الحمد لله، يعني في مرحله ديال يعني المناعه. هذا هو الجانب الايجابي. اليوم ولله الحمد وبمناسبه انطلاق الذكرى 45 لانطلاق المسيره الخضراء المظفره، تم تدشين
منشأتين رياضيتين، الأولى المركب السوسيو-رياضي للقرن الصين باء بمركز بير قندوز بغلاف مالي يقدر بحوالي 3,400,000 درهم. هذا المشروع الذي تم إنجازه بشراكة مع عمالة إقليم أوسرد جهد الدخلة والذهب والمجلس الإقليمي والجامعة الترابية لبير قندوز. هذا المشروع يضم قاعة متعددة الرياضات، فضاء الشباب، فضاء الطفل، بالإضافة إلى ملعب يعني متعدد الرياضات. بالنسبة لهذا المشروع سيكون قيمة مضافة للمشاريع التنموية التي يعرفها المنطقة والتي ستكون بمثابة يعني بمثابة قيمة وتعزيز للخدمات قطاع الشباب والرياضة، لا بالنسبة في مجال المرأة وكذلك في مجال الشباب والطفل. بالنسبة للمشروع الثاني وهو الملعب القرب صنف أ، فهو يعني تم إنجازه من طرف وزارة الشباب والرياضة بغلاف مالي يقدر 790,000 درهم. يضم ملعب متعدد الرياضات بالإضافة إلى قاعتين للتبديل ومكتب المدير. هذا المنشأتين الرياضيتين هما منشأتين ستساهمان في تعزيز قاعدة الرياضية بالإقليم، كما أنهما سيكونان بمثابة يعني رد قوي لخصوم الوحدة الترابية، خصوصا وأن الإقليم هو البوابة بوابة المغرب الإفريقية. قرب البحر ماشي عندك سبيل كل ديال الطريق.